اليوم هالاتفاقية هي ماشي غير برنامج جديد، هي مساهمة في تقوية برنامج الأم والطفل اللي حقق نتائج مهمة، ولكن مازال كيعرف فوارق مجالية فيما يتعلق بمؤشرات مرتبطة بوفاية الأمهات ووفاية الأطفال، ولكن كذلك فيما يتعلق بضعف النمو، حيث 15% من الأطفال كيعانوا من ضعف النمو، كذلك النقص في التغذية، العدد ديال لي ميكرو نوتريمون يعني او المواد التغذية تاع الفيتامينات وبعض المواد ديال التغذية المهمة لنمو الطفل، وهذا الشيء بالنسبة لنا أساسي لأنه سيصاحب نمو متوازن للطفل من أجل اندماج مدرسي في المستوى. هذا الشيء يكون عنده انعكاس على تخفيض من الهدر المدرسي، خاصة وأنه سيكون هناك التقائي مع برنامج آخر ديال التم دروس الأولي أو التعليم الأولي اللي غيصاحب هذا البرنامج ديال دعم صحة الأم والطفل. إذن تنظم مبادرة وطنية للتنمية البشرية مناظرة وطنية حول موضوع الطفولة المبكرة تحت الرعاية السامية ديال صاحب الجلالة نصره الله. هذا الموضوع اللي هو أساسي واستراتيجي، وجات أكدت عليه الرسالة الملكية اللي كانت رسالة قوية موجهة لجميع المشاركين، لأن صاحب الجلالة كيعتبر بأن الطفولة المبكرة هي في صلب عملية تنمية الرأسمال البشري اللي هو دائما موضوع في السياسات العمومية في المغرب. وفي هذه المناظرة عندنا واحد الحضور جد مهم، أكثر من 600 مشارك اللي جاوا من المغرب، اللي جاوا من الخارج، اللي هما كيمثلوا جميع الفاعلين الاجتماعيين، مؤسسات دولية، باحثين، كذلك إدارات، كذلك قطاع خاص. إذن كاين هناك واحد الاهتمام أساسي، وهذا كيأسس واحد الورش كبير إن شاء الله اللي بدينا في المبادرة الوطنية. ومن بعد الرسالة الملكية اللي هي واضحة عاطية طريق، يعني خريطة الطريق غتعزز هذا المشوار هذا، وإن شاء الله دابا خصنا يعني جميعا باش نهريو على كتافنا ونبداو العمل إن شاء الله. هذه مناظرة جد مهمة لفائدة تنمية الطفولة الصغرى بالمغرب، والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي جد سعيدة وفخورة باش تكون يعني ضمن هذه المناظرة. هي المؤسسة تم الاختيار ديالها كشريك استراتيجي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار إنجاز برنامج التعليم الأولي. هذا البرنامج التعليم الأولي كيخص إحداث 10,000 قسم في أفق 2023، وإنجاز بالنسبة لهذه السنة هذه المؤسسة غادي تحدث أكثر من 850 وحدة للتعليم الأولي بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يعني هذا البرنامج هو خاص بالمجال القروي. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.